الجوسيان في ايه؟ الجوسيان نوز. نستخدمه في الجوسيان نوز، وهذه طريقة الإيميج أفريجينج تميزها عن بقية الكلينينج، إنها تعطي عدة نسخ للصورة نفسها. فمثلا فكرة عمل الإيميج أفريجينج إنك تصور منظر عدة صور، تصور هذا المنظر عدة صور، فعندما نجي نقارن بين هذه الصور، عندما نجي نطلع على النوز نشوف الاختلافات الذي بالصورة، فنطلع الاختلافات الذي بالصور كامل، الاختلافات التي تظل ثابتة بكل الصور نعتبرها من أصل الصورة، أما التي تختلف فهذه نعتبرها نوز فنحذفها عن الصورة. بنات بس عملت شيرينج للملف. هذا انقطع عند اللي هي ها طيب خلاص واصلوا واصلوا. إذن النيوز يكون إما تشوه أو شيء، أي شيء لا نريده، مثلا ستلايت إيميج، هذا مثلا الصورة التي هذه الصورة التي نستخدمها. فعندما نأخذ عدة لقطات للصورة نفسها، نأخذ الصور في فترات معينة بالوقت عشان نميز الاختلافات. عندما نأخذ الفترات نميز الاختلافات فيما بينهم، مثلا نأخذ الميكروسكوبي إيميجينج، هذا يستخدم الصور الدقيقة التي لا تنظر إلا تحت الميكروسكوب، مثل الطفيليات، الفطريات، فيروسات، أهم أشياء دقيقة. فعندما نأخذها نقارن فيما بينهم، يعني في الميكروسكوبي نأخذ النوز لا نحذفه، نستخدمه للدراسة. النيوز نأخذ هذا النيوز ونأخذه بصورة مستقلة عشان ندرس هذه الفكرة. إذن أي اختلافات نعتبرها نيوز، إما نحذفه أو نستقطعه من الصورة علشان ندرسها بشكل مستقل. إذن نستنتج أن طريقة الإيميج أفريجينج هي الطريقة الأفضل لإزالة أي جوسيان. هنا كمان ملاحظة على الجوسيان، أن يكون حق المين يساوي صفر، يعني إذا كان غير الصفر فهذا يكون نيوز غير الجوسيان. خلاص اوكي دكتورة، عفوا بس انقطع النت، مش عارفة ايش حصل له. طيب عادي يعني اعيد؟ واصل هالجزئية حقك مليها. طيب بس بقى اشير. طيب هنا الآن اللي انتهت ميامين، صح؟ الآن صفاء اللي تكلم، صح؟ ايوه طيب طيب يا صفاء، واصلي. الصورة ظاهرة هنا. ايه ظاهر عندنا. تمام. طبعا بعد أن سما تكلمت عن إيش هي الآن أوتر الألتر ميثود، طبعا عرفنا إنه الفكرة الرئيسية تبعها إنه أول شيء أو الميزة حقها بعد ما جربنا الطرق الأولى، بحيث إنه كان في شوية نويز، يعني ما نزلش النويز تماما، فقمنا جت طريقة الألتر. فكانت الفكرة الرئيسية تبعها إنه نجيب الصورة نفسها ونجيب النيبر تبعها، بعدين نبدأ نقارنها مع النيبر، نشوف إذا حقها يعني مستقر، إذا حقها النيبر مستقر إنه فهذا يعتبر إنه الصورة الأصل، يعني إذا كان يتركز على كل وحدة مع المجاور، مش على بكسل بكسل، وإنما على كل وحدة مع مجاور لها. لو كانوا متشابهين يعني إنه هذه من أصل الصورة ما نحذفهاش، وإلا لو كانوا مختلفين فهذا معناته إنه في نويز ولازم نحذفه.
بعدين هنا نجي للخطوات. الخطوات طبعا هنا أول خطوة اللي هي choice، choice threshold، threshold value دي. طبعا هنا في كذا كتعريفات بسيطة. هنا مع التعريف دي هو قيمة مختارة تكون ملائمة للكل، يعني تكون قيمة نختارها عبر التجربة فقط، يعني نكون نختار ونقرب حيث إنه نشوف أي أفضل، يعني أفضل نقطة بتوصل لها الدي، فبيكون هنا. يعني مش هي قوانين أو يعني حسابات، يعني مش قوانين، هي فقط عن طريق التجربة هذه الدي. فأول خطوة بتكون اللي هي choice threshold value دي، اللي هو بنختار الدي أول شيء، وبيكون هذا الدي عبارة عن متغير جديد. طبعا هو اللي هو threshold عشان نستخدمه بالكود، يعني بالكود عشان نوجد أصلا الألتر. بعدها الخطوة الثانية إنه نقارن، بنقارن البي أول، لا الخطوة الثانية اللي هو بن given بيكسل لأي صورة، إنه بنعطي البكسل لأي صورة. بعد ما نعطي البكسل نقارنها مع البي، اللي هي بتكون بي ناقص ام. يعني هذه البي عبارة عن نقطة، يعني نقطة في الصورة. مثلا لو كان عندنا في الصورة 3 نقاط، أو مثلا يعني 3 نقاط 4 نقاط، فبجيب النقطة هذه بي، يعني هنا تعريف البي أي بكسل في الصورة. بجي أنا بقارنه مع ال بقارن البي مع الصورة نفسها، يعني إنه مع المين حق النيبر اللي هو المين هنا، هذه المين بقارنها مع البي. طبعا المين هذا كتعريف له، أو كم يعني أو إيش هو هذا المين؟ المين هذه نرتبها يا من الكبير للصغير، أو من الصغير للكبير، وأجيب المتوسط حقها. يعني تقريبا المتوسط اللي هو حسب، يعني هو إن على 2، هذا إذا كان زوجي. لو هو فردي n على 2 زائد 1، هذا إذا كان فردي. فالخطوة الثالثة كمان، الخطوة الثالثة اللي هي أيوة اللي هي b ناقص m أكبر من دي. طبعا هذه البي، هذه زي ما قلت هي النقطة، البي هذه النقطة اللي بالصورة. مثلا عندي صور عندي 3 نقاط، هذه نقطة من هذه النقاط الثلاث. بجي بعمل بي إذا كانت البي ناقص دي مثلا، عفوا البي ناقص ام اكبر من الدي، يعني هذه الدي اللي هي القيمة المختارة، يعني على حسب انا مسويه، سواء كانت دي يعني اكبر او اصغر، يعني حسب ما انا مسويه. فاذا كانت البي ناقص ام اكبر من الدي، طبعا الدي هذه اجلس اقرب، يعني اكثر من قيمة، اكثر من قيمة لحد ما توصلني للقيمة اللي هي بتكون تمام، او اللي بيبعد لي النويز أو كذا. بعدين وبعدين نعمل على، بعد ما نقارن طبعا، إذا كان الدي، يعني الخطوة الرابعة اللي هي، يعني إذا كان الدي أو هذه النقطة اللي هي البي ناقص ام أكبر من الدي، يعني إنه هنا في نويز ولازم إنه يعني نبعده. اما اذا كانت الناتج اللي هي بي ناقص ام اقل مثلا او يساوي الدي، هذه اللي اني ضليت اقرب فيها، اذا كانت اقل او يساوي، فهذه معناته انه ما فيش نويز، وان هذه هي الصورة نفسها. الفكرة انه الدي هذه طبعا هي تكون قيمة مختارة مننا، يعني انه نختارها، نقص نقرب لحد ما نوصل للقيمة اللي هي تمام. طبعا اذا طلعت نويز، القيمة إذا طلعت نويز، يعني طلعت دي يعني هذه القيمة أقل، يعني أكبر من الدي، وطلع فيه نويز، هنا بتكون بنستبدل القيمة بالمين حق النيبر، بنستبدلها بالمين حق النيبر كامل، ولو مش نويز خلاص يعني نخليها بدون تغيير. طبعا تيجي بعد هذه الخطوة خطوة إنه نعمل مصفوفة R، يعني تحتوي على ونس، يعني الذي بيكون، يعني لو طلع الناتج البي ناقص ام اكبر من الدي اكبر او يساوي الدي، بيكون في نويز، بيكون كله وانس. يعني مثلا عندي مصفوفة، وطبعا في واحد واحد واحد، الواحدات هذه معناتها نويز. لو في صفر واحد، الصفر هذا بنسميه يعني انه مفيش نويز، يعني هي ذي مكان الصورة نفسها. وخلص يعني هذه الفكرة وبس. والآن تجي بتشرح أسماء معناه ثري شولدينج.
يا بنات لو تحاولوا بس تسرعوا شوية على أساس لأنه الوقت قد داهمكم، ونشتي منشان المجموعة الثانية كمان متأخرش، لو تحاولوا بس تسرعوا شوية. تمام عفوا. الآن دور المسمى. هل أنا معك طالبة مروة عبد الرؤوف؟ طيب يا مروة تفضلي. الآن أشرح الكود حق دالة الأوتلر. بس يا مروة خليك لو تسرعوا بس بسرعة شوية على أساس الوقت بس. الآن على اسمه مش بعدين بسم الله. اسمي أسماء سلطان. الآن اللي بتكلم أسماء. أنا طبعا صوت واضح ولا شرح لا؟ الكود. أيوة طيب يا أسماء تفضلي. دالة الأوتلر. طيب شرح الكود، قلت ساري. يعني كود حق دالة الأوتلاير، كيفية كيف تعمل. أول حاجة معانا الفانكشن هذه اللي هي الريس، هذه اللي هي اسم الدالة، دالة يعني بالأوتلاير. معانا الام هذه الذي هي الصورة الأصلية، والدي هذا الدي القيمة الذي احنا ايش نختاري، القيمة اللي ايش نختاري. الاف هذه الاف تساوي هذه الزيرو، هذه اللي هي الالف، الاف اللي هي الفلتر اللي احنا ايش نعمله. والام الام الدي الام نحول هذه الصورة، نحولها والحاجة أولا نحولها إلى الدبل، لأنه نستخدم فلتر اثنين. نحول أول حاجة الصورة للدبل، ليش نستخدم فلتر اثنين؟ بعدين نقرأ إيش نقرأ هذه الصورة تعديل إيش نحذف. بعدين هذه الدبل الإف نحوله، نكون مصفوفة الار هذه اللي هي ار تساوي ال a b c. ال a b c هذه ال a b c اللي هي عبارة عن ما هو قيمة مطلقة، قيمة مطلقة تجيب لنا يعني الصورة الأولى ناقصنا الصورة الأصلية ناقصنا الصورة اللي بنعمل لها فلتر ناقصا هذه نعمل لها قيمة مطلقة. بعدين نعمل ناقص دي هذه القيمة اللي نختار احنا. خلاص الآن دور دالة الأوتلر. إيش المحتوى داخله؟ الآن بنجيب بالكود إيش داخله عشان نستدعي دالة الأوتلر. معنا أول حاجة طيب من اللي بيتكلم الآن؟ الآن مروة عبد الرؤوف. ها مروة. طيب أول شيء معنا نبدأ نقرأ المسمى الصورة، بعدين نحوله للمسمى للرمادي، نحول الصورة نفسها الصورة الأصلية للرمادي، بعدين نعمل له نويز بمقدار لا نويز ب